طيب انت ابو محمد في مواهب ولا ما في مواهب؟ انا اقول انا قلت لك من قبل واكررها ما عندنا مواهب. ليش كلكم انتم الانديه ما في مواهب؟ في مواهب شلون ما في مواهب؟ الله مبارك بنيني واحد من المواهب، عيد الرشيدي واحد من المواهب، لا لا عبد الله ماوي واحد من المواهب، يا جماعه علي عتيج واحد من المواهب، خلنا نكمل يا جماعه، واحد شبيب الغالدي يا جماعه يا جماعه هذا اللي قاعد نشوفه ترى انا ما تابع تبي سالتني خلنا نكمل انا قاعد كلامك منطقي صح انا ما قاعد اطالع يا ابو محمد انا ما قاعد اطالع مراحل السنيه بعد يمكن مراحل السنيه لو هسه يمكن اخوي خلف العنزي يعطيني 10 20 سنه خلنا نكمل انا رايي اقول لك انه ما في مواهب والدليل انك انت ما عندك لا راس حربه غير يوسف ناصر ولا عندك قلب دفاع غير مساعد ندى شلون تبي موهبه تقول لي انت بعد المسن يقول دور الانديه تسقل المواهب تعال الاتحاد 13 و15 و17 قسم واحد رد قسم واحد واقول لك وقت الامتحانات موقف وقت ما ادري شنو موقف وقت يعني لو قسمين او ثلاثه راح يطلع لك موهبه لو في قسمين ثلاثه راح يطلع لك موهبه احنا نتكلم موهبه إيه صالح إيه كثر المواهب عندنا المباريات خلينا نكمل في بالاكاديميات في مراحل سنيه لا ما له شغل الاكاديميات غير الاكاديميات لا كل مكان في مواهب بالكويت ترى هذا الوضع ترى هذا الوضع من زمان ترى انت على قسم واحد من زمان لا 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 ومع ذلك لا مو من زمان الاتحاد شيخ طلال رد النقطه الثانيه وردوا نقطه ثانيه على نفس النقطه اللي تقول لي مواهب شلون بتطلع مواهب وعندك خمس محترفين الفريق الاول شلون بتطلع بتقول لي الفنيني انا بموهبه نفس بدر المطوع ومن زين الخمس طيب. محترفين طيب. يعني انت مو لازم تجيب خمس محترفين بتقول لي الرد على النقطه الثانيه نقطه الاتحاد الاتحاد الشيخ محمد اليوسف كم سنه بالاتحاد من 87 من من, من 87 لا رئيس تو ترى رئيس خذ رئيس بس رئيس تو مسك بالسابق رئيس كمل مسك رئيس بالسابق مسك خلص اليوم لا اتكلم الحين حتى بالسابق مسك رئيس يعني مسك راسه يعني هو قاعد يقول ايش كثر صار له رئيس اليوم لا مو هو يمكن يقصد انه عنده خبره اداريه عنده خبره نعم عنده خبره من 2017 من 2017 انزين عنده خبره اداريه بس الخبره الاداريه ممكن خلاص وقف طيب مشكور جزاك الله خير في ناس ثانيه في خالد الغانم مع انه ما ايد انه بهالفتره يمسك في الشيخ فهد طلال الفهد شاب وقادر انه يمسك الاتحاد وايد مو طيب. احنا ليش احنا بس ني نقول والله ما في احد والله ما في لا في ناس وايد طيب. تقدر تي وتمسك الاتحاد وشابه وراح تطور من الاتحاد